لك ما عم بفهم، كنت قدامك كل الوقت، ليش هيك عملتي؟ اسأل اختك وقت قلت لها اني اما شو ساوت. خلص ماما انسي، والله كنت معصبة. انا قلت قدامك انه انا مقتنع ببراءتها، قصدي براءتك. شو يا استاذ فؤاد، هيك ما بتقلي؟ الله يسامحك، على اساس انه انا كنت رح اعارض زواجك، ما هيك؟ قلت لحالي ما لحدا بنفوت فيها ببلاش. طيب يا جماعة، أنا صار لازم أروح على الشركة، خديني معك. ماما أنت خليكي، عنا مشوار أنا وليلى هلا بنوصلك بطريقنا، بنترك جابر يحكي هو وأمه. طيب بالإذن أنا يا جماعة، بخاطركم. مع السلامة. بالمناسبة مبروك اللقاء أخيرا. حنان ما تواخذيني، بس أنا ما قدرت ما أحكي لجابر. صار شو لوين بدكم تروحوا؟ بدي روح شوف سامي وقول له انه كل شيء انتهى. طيب انتي فكرتي منيح قبل ما تقرري؟ اكيد. ايه بس انا فهمت منه ومن سوزان انه هو ندمان كتير. في قصص ما بينفع فيها الندم، وهي الشغله اللي صارت معي هي من هدول القصص. ايه بس الشاب منيح واللي مثله قلال. منيح لحاله، الله يخليه لاهله. ليك حبيبي جابر، اختك خلص ما عاد بدها اياه وما لها مقتنعة فيه اساسا. هلا اذا قناعة ما عاد فينا نحكي شيء، بس اذا كان موقفك رد فعل على الموقف اللي اخده، لازم تعرفي كثير منيح انه سامي كثير ندمان. ايه لا قناعة. ليش عم تجاوبي عن البنت؟ ايه عمو قناعة، مستحيل اربط حياتي بشخص شك فيه مرة واحدة. يلا ماما تفضلي، لبين ما ليلى تجهز حالها بنكون صرنا تحت. اعطيها الموبايل لليلى ان شاء الله لما تخلص موعد تتصل. خاطري. متذكر وقت اكلت عنا اول مره وكيف حكيت انك متذكر الطعمه؟ وما كنا نخلص بكي يومين وهي عم تبكي، قال كيف انحرمت منك وانت انحرمت منها كل هالسنين. شفت ليلى زعلانه كثير؟ هي زعلانة لأنها مو قدرانة تسامحه، بس هي بتحبه. إيه بتحبه. لو ما كانت بتحبه، ما كانت انجرحت منه كل هالقد. ماما حبيبي جابر، فوت نادي لها لليلة، بركي بتقبل تيجي معك وتاكل لها لقمة. قل له يجيب أغراض ويجي يعيش معنا. إيه بقول له. لا هلا بدك تقول له. أهلا يا ماما. تفضلي ليلى. ماما روحة. بدي استاذنك اخذ ليلى تعيش عندي. شو؟ طولي بالك شوي، يعني ما بصير نزعجكم انت وفؤاد، بكفي اللي شافه من ورانا. لا ماما، انت واختك بدكم تعيشوا معنا هون. انا احب ما على قلبي. ماشي، بس اليوم لازم اروح على بيتي، في عندي قضايا بدي راجعها مشان بكره. بروح معك. لا ماما، بس اليوم رح يروح لحاله، من بكره ما في بيت لحاله، مفهوم هالحكي ولا لا؟ هلا بدي افهم، انت زعلانه من سوزان والام انطوانيت لانه انقالوا لجابر، ولا لازم تتشكريهم؟ ايه انطوانيت بالزور كانت قدرانه تخبي، اما سوزان شو بها سوزان؟ ما بها شيء، بس ما كان لازم تحكي. ماما أنا اللي ضغطت عليها. سوزان صرت عظيمة كتير، وقفت جنبي وهي ما بتعرفني. وجابر كمان يقور قلبي، ما كان بيعرفني بس ما قصر، وهن الاثنين وصلوني لباب البيت. وأنا يا ليلى؟ أنت أحلى عمو فؤاد بالدنيا. باي أنت أنا يلي ما سويت شي منيح بهالدنيا. بالعكس، أنت أحلى أم بالدنيا. بكفي هالكارستين اللي جبتي لنا إياهم. يلا جابر قوم خليني وصلك. لا مو ضروري تعذب حالك. لا سيدي ضروري، في شغلة عايزك فيها. هلا قل لي بصراحة، شو في بينك وبين سوزان؟ شو بده يكون يعني؟ ما في شيء، خلص ما في شيء. قوم جابر، يلا. هلا ما تقعد تفسر لي على كيفك. يلي بيني وبين سوزان علاقة صداقة ظريفة. يكون شو ما يكون،
مانك مضطر تنكر قدامي. بعدين لا تخاف، ما رح اشكيك لامك. هلا بجوز في شيء انت ما بتعرفه يا استاذ، انه ممكن تكون في علاقه صداقه متينه بين الرجل والمراه. ايه، يعني انت علاقتك فيها متينه كثير. خلص خلص ما بدي احكي معك. هلا انا عن جد مصدقك، بس حسيت كانه امك مو عاجبها الوضع. الو، ليش خير؟ ايه بالبيت انا. شو باب المخفر؟ طيب يلا هلا جاي. خير؟ شو في؟ هذا سامي ضارب عماد ومدمي، ما بعرف بجوز كاسر له شي شغله كمان. مين عماد؟ اذا بدك توصلني بحكي لك على الطريق. تفضل. تفضل. مع النتيجة. انتي مشغولة دلوقتي؟ سوري. خلاص اوكي. اكلمك الصبح. باي.